تحياتي لكل مشاهدي برنامج الحكيم في بيتك اللي بيحرصوا انهم ما يفوتوش اي حلقه من الحلقات اللي بنقدمها. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا. في حلقه من الحلقات اللي عرضناها لحضراتكم من فتره قريبه كنا بنكرم فيها العالم العظيم ابو قراط، وكنا بنعيد التذكير بامجاده للجيل الجديد، لان زي ما ابو قراط له دور عظيم في الطب، فاحنا في الحكيم في بيتك استلهمنا من منهجه وتفكيره في الطب وفي الحياه منهج برنامجنا الحكيم في بيتك. النهارده حلقتنا نتكلم فيها عن احد الامراض الشائعه عند الاطفال، هتبقى اهداء للعالم العربي ابن سينا تكريما ليه وتقديرا لدوره في الطب. وفي الحقيقه حبيت اهدي الحلقه دي تكريما لابن سينا، عشان بما انها حلقه للاطفال فحبيت نلهم اطفالنا اللي بيتفرجوا علينا بمثل اعلى يا ريت يقتدوا بيه. ابن سينا يا احبائي هو عالم وطبيب وفيلسوف كمان، رغم انه عاش في العصور الوسطى الا انه الف 200 كتاب مزج فيها الطب بالفلسفه، ومن اشهر اعماله كتاب القانون في الطب. حتى تسميه الكتاب تسميه بليغه، لان فعلا الطب قانون. لو ارتكبت جريمه تجاه صحتك هتاخد حكم بسجن المرض، مش هتخرج منه غير بقضاء فتره العقوبه والتماثل للشفاء. وتتخيلوا ان الكتاب ده اعتبروه في اوروبا العمده في تعليم فن الطب لحد القرن السابع عشر، ده غير انه قام بتوصيف العديد من الامراض، وكان مهتم جدا باثر المعالجه النفسيه على الشفاء، وغيرها من الانجازات في العلوم المختلفه والطب اللي قدر من خلالها انه يستحق الالقاب اللي حصل عليها زي امير الطب وابو الطب الحديث في العصور الوسطى. ولو نيجي بقى على طفوله ابن سينا هنلاقيه كان طفل ذكي جدا وموهوب، ولما اهله اكتشفوا ذكائه قرروا يعلموه الادب وهو لسه عنده 10 سنين، وكان بيقرا كتب اقليدس وكتب مختلفه في المنطق، وكان بيحاول يبسطها ويفهمها، عشان بدا صح وهو صغير، لما كبر بقى شخص عظيم. عشان كده دي رسالتنا لكل اب وام، اهتموا باطفالكم، نموا مواهبهم وازرعوا فيهم الشخصيات العظيمه اللي تلهمهم انهم يغيروا من المستقبل ويطوروا انفسهم. اما بقى حلقتنا النهارده فهنتكلم فيها زي ما قلت لكم عن مرض اساسا بيصيب الاطفال، وهو مرض التهاب الاذن الوسطى. المرض ده يا اعزائي بيعتبر تاني اكتر امراض انتشارا في مرحله الطفوله، لكن طبعا ممكن يجي في اي سن، وله انواع مختلفه هنعرفهم بالتفصيل بعد الفاصل. لكن اللي عايز اقوله دلوقتي ان من مضاعفات هذا المرض ان الطفل في بعض الحالات ممكن يصاب بتاخر في النمو والكلام، وكمان ممكن يصاب بضعف في السمع، ودي اكيد مشاكل خطيره. طب المرض ده بيجي ليه؟ اعرف ازاي ان طفلي مصاب بيه؟ طب هل في طرق وقايه احمي بيها طفلي؟ ولو لا قدر الله الطفل اتصاب بالمشكله دي اعالجه ازاي؟ اطمنوا، كل الاسئله دي واكتر هنعرف اجاباتها الدقيقه وبالتفصيل بعد الفاصل، استنونا. اقسم بالله العظيم ان اراقب الله في مهنتي، وان اصون حياه الانسان في كافه ادوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلا رعايتي الطبية للقريب والبعيد، المصلح والمخطئ، والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الإنسان، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخاً لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي، نقياً مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد. الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات الشفاء. دي مقولة من مقولات عالمنا الجليل ابن سينا، اللي زي ما قلت لكم قبل الفاصل قررنا إن حلقتنا النهاردة تكون إهداء ليه وتكريم لدوره في الطب، لأن فقرتنا عن التهاب الأذن الوسطى هتكون تطبيق للمقولة دي، عشان نمحي كل الأوهام والمعلومات الخاطئة اللي عن المرض ده، وهنعرف إيه هي أسبابه وأعراضه، ونطمن كمان المشاهدين على كل طرق الوقاية والعلاج. خاصة المرض ده للأسف ساعات بيتكرر لنفس المريض أكتر من مرة، عشان كده لازم أما نيجي نعالجه صح، عشان ما نسيبش أي مضاعفات. وهيساعدني في التوعية ومواجهة المرض ده ضيف العزيز الدكتور عصام بحيري، استاذ ورئيس قسم الانف والاذن والحنجره بطب المنوفيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك، مشرفني منورني. اهلا بيك. الحقيقه انا قبل ما نتكلم عن المرض لازم نتكلم ايه هي الاذن الوسطى، ودايما الناس بتتلخبط ما بين الوسطى والداخليه، فيا ريت ناخد كده فكره عن الاذن ووظيفه كل جزء منها. حاضر. الودن بتتقسم الى 3 اجزاء: اذن خارجيه عبارة عن الصنوان وقناة الأذن الخارجية، أذن وسطى والأذن الداخلية. أنا معايا صورة برضو حضرتك ممكن تشرح عليها تفيدنا. أوكي. الأذن، الصورة اللي احنا بنشوفها دي الصوان والأذن والقناة الخارجية بتاعة الأذن، ده اللي بيكون الأذن الخارجية. الأذن الوسطى بتتكون من 3 أجزاء، هي عبارة عن الأذن الوسطى الحقيقية زائد قناة ستاكيوس زائد عظام الماستويد وما تحتويه من خلايا هوائيه. والاذن الداخليه دي العظمايه اللي ورا الودن، دي جزء من الاذن الوسطى وامراضها مؤثره ولازم تبقى في الحسبان. تمام تمام. طيب ليه المكان ده بالذات الاذن الوسطى هو الاكثر تكرارا في الالتهابات وخاصه في الاطفال؟ بالظبط كده حضرتك، الاذن الوسطى ومشاكلها في الاطفال اكتر من الكبار لعده عوامل. اول حاجه ان مستوى الودن ومستوى الفم او البلعوم الفم عند الاطفال في مستوى واحد، فبالتالي لو الام مش بترضع رضاعه طبيعيه صح ومتعلماها صح وواخده دورات في الرضاعه الطبيعيه ممكن يحصل مشاكل جسيمه للاذن من عدم الرضاعه الطبيعيه. ايوه. ودايما احنا في الودن بنخاف قوي في الاطفال من الالتهابات المتكرره للاذن الوسطى لان ده بيصاحبها فقدان للسمع. ده معناه ان مركز السمع في المخ ممكن يتأثر بسهولة جدا، وفقدان للسمع في الأطفال ده حاجة مهمة قوي لازم تتاخد في عين الاعتبار وتبقى تحت عين الأم أو تبقى دايما بتلاحظها في طفلها في أي أعراض بتدل على الأذن. الطفل مثلا كثير الصراخ، غير مستريح في النوم بتاعه، عنده أعراض مثل الإسهال أو القيء بدون سبب في الجهاز الهضمي، لازم تستشير دكتور الأنف والأذن لأن ده بيبقى السبب الأساسي موجود في الأذن الوسطى. طب حضرتك قلت علاقتها بالرضاعة الطبيعية اللي مش مظبوطة. أيوة. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الام طول النهار تعبانه في المطبخ وهكذا، بتقوم جايه منيمه الطفل ونايمه جنبه مدياله صدرها، اللبن يبتدي يعدي من قناه ستاكيوس على الاذن الوسطى الاول، يبتدي يحصل تكبين او تخثر للبن في الاذن الوسطى. قناه ستاكيوس دي بتوصل ما بين الحلق والاذن الوسطى فاللبن يتسلل من خلال قناه الستاكيوس الى الاذن الوسطى. بالظبط. فلازم الام تبقى رافعه راس الطفل بزاويه 45 درجه. أيوة. وتبقى قاعده على ارم تشير وسانده دراعتها كويس. ومهم قوي بعد الرضاعه التقريع ان هي بتربط على ظهر الطفل كده عشان الطفل يتجشأ او يطلع الهواء اللي بيبقى مع الرضاعه. ده مهم جدا لمنع تكرار الاذن الوسطى. حضرتك وانت بتشرح قناة الستاكيوس وأهميتها للأذن الوسطى وعلاقتها بيها. أول حاجة كل أمراض الأذن الوسطى عن طريق قناة الستاكيوس. اللي هي عندنا النادر جدا هنا دكتور اللي هي على الشمال. أيوه. هي عبارة عن قناة بتوصل ما بين الأذن الوسطى والبلعوم الفمي، ودي طولها 36 مللي، والقناة دي بتفتح مع البلع ومع التثاؤب، وفايدتها انها بتدخل هواء للأذن الوسطى لأن الأذن الوسطى بدون هواء بيحصل مشاكل، وأهم حاجة اللي هو الإريشن أو التهوية الجيدة للأذن الوسطى حتى يتم سمع سليم. تمام تمام. طيب حضرتك برضو أشرت، عشان كل الكلام اللي قلته مهم، أشرت إن الأم لازم تاخد بالها من السمع عند طفلها. أيوه. لأن السمع هو اللي هيخليه طبعا يتكلم. أيوة. لو ما سمعش مش هيتكلم. وممكن ما يكتشفش ضعف السمع الا وهو كبير شويه. بالظبط. فيبقى فاتت مرحله مهمه. طبعا الام لازم تبقى منتبهه جدا لسمع الطفل لان كون الطفل مش هيسمع يبقى مش هيتكلم، وفي نفس الوقت بيحصل تاخر عقلي. أيوة. ان الطفل برضو لو ما سمعش كويس في سنوات الاول بيبقى فيه تاخر في العقل والنمو، المعلومات اللي هيستقبلها بالظبط كده. فده مهم قوي ان الام تبقى واعيه للسمع، ومهم قوي السكريننج تيست بتاع الاطفال ده. حتى في امريكا بيعملوا حاجه اسمها اوتو اكيستيك ايميشن سكرين لكل الاطفال المولودين عشان يقدر كل الاطفال وسمعهم اخبار بالظبط. والتشيك اب بتاع الطفل اللي هو الكشف الدوري على الطفل والسمع ده مهم قوي قوي قوي. احنا بطبيعتنا كمصريين صوتنا عالي، حتى لو الطفل حصل فقدان للسمع مع الصوت العالي بتاعنا ممكن يبقى الطفل لوست مننا. فمهم قوي ان الام تبقى يعني صوتنا العالي هيعوض ضعف السمع، فيتهيأ لنا ان هو سمعه كويس، هو سمعه كويس. فعلى ده لا، يبقى لازم نخلي بالنا مع، وبالذات لما يبقى في فيفر في الاطفال او سخونيه في الاطفال لازم نشوف تاثير الحراره دي على الاذن الداخلية والأذن الوسطى، ومصاحبة لها أعراض وليست نزلة برد أو نزلة زي ما الأطفال بيشخصوا ويقولوا. فمهم أوي تتشيك الأذن وما فيها. طيب أنواع التهابات الأذن الوسطى، هل هي نوع واحد ولا عدة أنواع سواء في الأطفال أو في الكبار؟ هل لها عدة أنواع؟ طبعا الأذن الوسطى التهاباتها بتتقسم إلى التهابات حادة والتهابات مزمنة والتهابات مزمنة حميدة والتهابات مزمنة غير حميدة. والالتهابات الحادة دي حسب نوع الميكروب اللي موجود، هل هو فيروسي ولا بكتيري ولا بكتيري مصاحب للفيروس. ثانيا الالتهابات الحادة دي يعني أني مرحلة فيها، هل هي الطبلة سليمة ولا الطبلة فيها حصل منها ثقب وحصل منها صديد. التهاب الأذن الوسطى ده معاه مضاعفات زي العصب السابع أو مضاعفات في الأذن الداخلية أو مضاعفات في المخ نتيجة الالتهابات المتكرر ولا لأ. فطبعا في أنواع كتيرة من التهابات الأذن الوسطى. أنا عندي صورة بتوضح التهاب بسيط عشان بس نبين الفرق ما بين شكل الأذن الوسطى وهي سليمة وهي مصابة. يعني برضه حضرتك تشرح لنا التغيرات اللي بتحصل. طبعا الصورة في منتهى الجمال ومعبرة جدا. احنا بنشوف صورة طبيعية للنورمال تمبانيك ممبرين او الطبلة الطبيعية اللي على الشمال والطبلة اللي فيها التهابات. ولو احنا لاحظنا الطبلة دي فيها يعني ثلاث حاجات في غاية الأهمية. والمسج دي أنا يعني بوصلها للطبيب المعالج سواء جي بي أو أطفال أو أنف وأذن. أول حاجة إن بيحصل بلج أو جزء من الطبلة بيخرج في الأذن الخارجية انتفاخ. بالظبط. فلو حصل ده بلج ده مؤشر إن الودن فيها صديد جوه، وده مؤشر برضو إن أنا عندي صديد تحت ضغط. فما انتظرش كتير بالعلاج أكتر من 24 ساعة، لأن التأخر التدخل اللازم بعمل شق الطبلة في الوقت المناسب وحسب السبب ممكن يبقى فيه مضاعفات. الحاجة التانية اللي ملحوظة ان نلاقي الاحمرار اللي موجود في الطبلة موجود في البريفري حوالين الطبلة من جوه ومن بره، وجزء من الوسط بتاع الطبلة ما فيهوش، لان الجزء بتاع الطبلة اللي في الوسط ده اقل جزء في الجسم يصله دم، وبالتالي بيبقى اصعب شيء لو حصل فيه ثقب لان ده بيبقى الليست فاسكولار اريا. الحاجة الثالثة الصديد اللي موجود في الاذن الوسطى الاصفر بالظبط كده. فاحنا لازم نفرق ما بين الالتهاب الارتشاح اللي موجود في الطبلة والصديد اللي موجود، وبناء عليه بنقرر ان كنا هندي مضاد حيوي او مش هندي مضاد حيوي حسب نوع السائل اللي موجود اللي جوه. تمام. طيب ده معناته ان في اعراض طبعاً. غير بقى اللي هيشوفه الطبيب، قبلها في اعراض. نبدا كده من الرضيع. امتى انا كأم اشك ان الرضيع ده في حاجه في ودنه؟ اولا الريستل سليب، ان الطفل يبقى غير مستريح في نومته، في قلق في النوم بتاعه ودائم الصراخ. الطفل ما بيعبرش، مش هيقول انا ودني بتوجعني او كل اللي هو يمكن يعمله يمكن جاست ان هو يهز راسه بس كده، ده مؤشر ان ممكن يكون في الودن حاجه. الصراخ المستمر. ثالثا مصاحبه اعراض، ودي دايما في اكتر الحالات، ان يبقى في اسهال او يبقى في استفراغ، ويروح لدكتور الاطفال او الام تديله علاج من عندها للاسهال والاستفراغ. وهي لا، هي مشكله في الودن، واللي احنا شايفينه ده تاثير الفيجال سيمتوم او اعراض العصب الحائر، لان جزء من العصب الحائر في الودن بيسموه الاوريكولار بلانش. فما بيبقى في التهاب في الودن فده بيبقى ريفلكس منعكس على الجهاز الهضمي. فالام بتتخيل ان هو حاجه في الجهاز الهضمي وهي اصلا حاجه في الاذن. طب الاكبر بقى شويه، اكبر من الرضع، هل ممكن يشتكي لي؟ هل ممكن طبعًا يمسك ودنه؟ طبعا مهم قوي ان مع نزلات البرد لو اي انسان حس باوتوفني ان هو بيبقى فيه انكمفورتابل هيرنج، يحس كده ان سمعه غير طبيعي، مش مريح، او اما يجي يخبط رجليه في الارض كده يحس انها بترن في ودنه، او ان الصوت اوتوفني يوجعه، يعني اي صوت عالي يقع على الطبله يوجعه، فده مؤشر ان الاذن الوسطى فيها حاجه. لكن ما يستناش بقى اما يحصل سيفير بين والم شديد ويحصل ثقب في الطبله والودن تبتدي تجيب صديد وبعدين نفكر بقى ان بالظبط طبعا. طيب برضو أنا ككبير لما يجيني ألم في ودني أقدر أفرق ما بين حاجة في الأذن الخارجية دم الصغير أو حاجة وحاجة من الأذن الوسطى، هل الألم مختلف في شدته في نوعه؟ التفرقة سهلة جدا. أمراض الأذن الخارجية مجرد ما بنلمس صوان الأذن بيبقى مصاحب بألم، ده سهله جدا. لو العيان بس ضغط على ودنه كده والقاها بتوجعه يبقى دي حاجه في الاذن الخارجيه. لكن ديب سيتد بين وضل ايكنج بين وفي الاخر وملهوش علاقه بحركه الاذن، عميق ملوش دعوه بالأذن. تمام. طيب الاعراض اللي اشوفها في طفل او انا كبير واشك ان عندي التهاب في الاذن الوسطى، على طول لازم اروح للدكتور ولا ممكن مثلا حاجات بسيطه اخدها في البيت؟ في الاول في لبس دايما، ودي نقطه وانا بستغل وجودي في هذا البرنامج، ان في لبس في اعراض الاذن. يعني مثلا العيان بيجي له دوار او يجي له دوخه او يجي له وش في ودان، يقول لك عنده الاذن الوسطى. العيان يجي له مثلا شويه طنين في الودن ولا حاجه، يقول لك الاذن الوسطى. في لخبطه ما بين الاذن الوسطى والداخليه، والاذن الداخليه طبعا زي ما حضرتك قلت وذكرت ان الوش والطنين والدوخه دي اعراض اذن داخليه. واعراض اذن داخليه بيبقى لها بالنسبه للانف والاذن، هل هي من الودن ولا من حته تانية في الجسم، لها مواصفات. ايوه معايا حضرتك. لكن الاذن الوسطى الاعراض بتاعتها اكتر حاجه شيوعا الألم بتاع الأذن، يليه فقدان السمع، يليه الإفرازات المصاحبة للأذن سواء إفرازات صديدية أو إفرازات مدممة أو إفرازات حسب اللون بتاعها، هو شفاف ولا أصفر ولا يعني حسب نوع الإفرازات اللي موجودة بنقدر نحدد اللي موجود. هل في فحوصات تانية بنعملها غير إن إحنا بنبص في الودن ونشخص؟ هل بنحتاج إجراء اختبارات معينة ولا الموضوع مش محتاج؟ لا طبعا مهم قوي. فحص الأذن بالميكروسكوب ده يعني نو كومبليت اير اكزامينيشن وزاوت ميكروسكوبيك اكزامينيشن، دي قاعدة يعني لا يعتبر كشف كامل إلا لما تشوف الودن تحت ميكروسكوب وتشفط الودن وتنظفها وتشوف ما بها ايه. الى جانب بقى ان احنا بنستعين بالسمعيات بعمل ضغط اذن وسطى، وده بيدينا فكره كويسه قوي هل هو خلل بس في قناه ستاكيوس ولا في ارتشاح على الطبله ولا في ثقب في الطبله ولا في تيبس في العظم بتاع الاذن الوسطى ولا في اشياء اخرى موجوده. ثانيا الأشعاعات، سواء الأشعاعات المقطعية أو أشعاعات الرنين، ومشكلة الأذن الوسطى إيه اللي بيعملها؟ لأن دايما الأذن الوسطى ما بتحصلش منها لوحدها كده، لأ، لأن كل أمراض البلعوم الأنفي اتز اماست، لازم ضروري جدا ان نفحص البلعوم الانفي في كل امراض الاذن لانهم متصلين ببعض بالظبط كده. وبالتالي مشاكل البلعوم الانفي من التهابات او لحميه او اورام او كل مشاكل المتعلقه بالبلعوم الانفي لابد ان احنا نبقى عينينا عليها ونستبعدها قبل ما نحكم على الأذن، لأن مهم قوي في الودن إن نشوف السبب وما يكونش سكندري افكت أو أعراض لمشكلة موجودة في حتة تانية. أحيانا الودن بتبقى سليمة جدا مبقاش فيها أي حاجة، ويبقى مجرد بس التهابات في الحنجرة أو لا قدر الله سرطان في الحنجرة عند المدخنين ويجي بس بألم في الأذن، فدي برضو ناس كتيرة جدا. مهم قوي إن الدكتور يبقى متأكد إن الودن سليمة، وبالتالي الألم اللي موجود في الودن ده ما هو سببه جاي من مشكلة في الحنجرة، واكتر حاجه شيوعا وبنخاف منها المدخنين وسرطان الحنجره. ثانيا مشاكل مفصل الفك التمبروماندوبلر جوينت، احيانا بتبقى الودن سليمه جدا ما فيهاش اي مشاكل من خالص، المفصل اللي قدامها ومفصل الفك هو الايه عشان بس وقت يا دكتور عصام. قبل ما نخش في العلاج بسرعه كده، ايه المضاعفات لو ما عالجناش التهابات الاذن الوسطى؟ المضاعفات بتاعة الأذن الوسطى بتنقسم إلى مضاعفات داخل العظم بتاع الأذن الوسطى، مضاعفات خارج العظم، ومضاعفات داخل المخ. أخطر ما حاجة بتقلقنا جدا من التهابات الأذن الوسطى اللي هي مضاعفات المخ، اللي هي المننجيتس، التهاب المخ، أو التهاب أو الانكفالايتس، أو اللي هو التهابات عموما اللي تنتقل للمخ أو الخراج على المخ، أو يعني دي كلها اللي في داخل العظم بتاع الودن اللي هو الفيشال نيرف، الشلل بتاع العصب السمعي، لأنه مارر من المنطقة دي بالظبط كده. التهاب الاذن الداخليه اللابرنسايتس، ودي يبتدي العيان يجيله دوخه شديده جدا واستفراغ وقيء، وده ممكن يهدد السمع ويهدد بفقدان كلي للسمع. الى جانب بقى الحاجات اللي ممكن تحصل، ثقب في الطبله وصديد يبتدي ينزل حوالين الرقبه او يخش على عظام الماستويد. طيب عشان وقتنا تقريبا خلص، لكن لازم نتكلم على العلاج. الناس بتسرع وتجيب مضاد حيوي من الصيدليه من نفسها بدون الذهاب للدكتور. هو أهم رسالة في علاج الأذن الوسطى هو الزكوس، إيه السبب؟ إيه السبب؟ بالظبط، دي أول حاجة. تاني حاجة، عينيا على قناة ستاكيوس. لازم أقيم قناة ستاكيوس كويس، سواء بالكشف، سواء بالأشعة، سواء بالمناظير، سواء بالميكروسكوب. الدكتور يا دكتور عصام هيعمل كده في البيت بالظبط. يعني هو اللي بيحصل إن بنجيب دواء وناخده والقصة عمالة تتفاقم جوه الودن. هو اللي ممكن يستفيد منه في حالة وجود ألم إن هو ياخد بس أي مسكن زي الباراسيتامول واي نقط مناخير، بشرط ان ما يكونش في ارتفاع في الضغط او في اي اعراض تدل على ارتفاع الضغط. هو ده النصيحه اللي ممكن انصحها لاي اللي في البيت، لكن لازم استشاره الطبيب طبعا في اي الم بالاذن. لازم الدكتور يبص ويشخص وايه السبب بالظبط، وبعد كده يحدد العلاج بالظبط. دي اهم حاجه عايزين نطلع بيها من الحلقه دي بالظبط، ان ما نعالجش من نفسنا حاجه ممكن توصل زي ما حضرتك قلت من شويه بالظبط تخش المخ بالظبط كده. يعني انا يعني ايه الفكره؟ والحاجه برضو اللي نحذر منها ان يبتدي ينكش في ودانه باي عود كبريت او اي حاجه او حاجات زي كده، ده بيعمل تفاقم للمشكله. وللاسف برضو من يعني الناس اللي بتلجأ لغسيل الاذن في وجود الم بالاذن خطأ شائع ويعني له مضاعفات كتيره جدا. يبقى مش نظيفه اغسلها. لا ده بيعمل مشاكل كتيره جدا جدا جدا، وممكن تكون الطبله اتفتحت بالظبط كده. لا، ما حدش يقرب للودن وفيها الم طبعا. لازم الدكتور المختص. للاسف وقت فقرتي انتهى، لكن بشكر حضرتك جدا يا دكتور عصام. اتمنى كل الاهالي يكونوا استفادوا من المعلومات اللي عرفوها عن مشكله ممكن تهدد صحه اطفالهم، واتمنى شخصيا ان هم يستغلوا المعلومات دي ويطبقوها في حياتهم، بالذات المعلومات اللي كانت عن طرق الوقايه والعلاج. كلامنا عن التهاب الاذن الوسطى خلص، لكن حلقتنا بالتاكيد ما خلصتش. هنطلع لفاصل قصير ونرجع نكمل باقي فقراتنا، استنونا. عمليات العمود الفقري ما بقتش كارثه وما بقتش مشكله دلوقتي بعد اختراع الحاجات الكتيره اللي استحدثت في مجال جراحات العمود الفقري. الجراحات النهارده بتجرى بطرق محدوده التدخل، بالاستعانه بالميكروسكوب الجراحي، بالليزر، بالمنظار، بالجراحه الملاحيه. كل التقنيات دي انصبت على ان احنا نعمل العمليه الكبيره بطرق مبتكره، بحيث العمليه تتحول من عمليه كبيره قوي الى عمليه صغيره. المهم ان المريض ما يخافش، يتوجه الى الطبيب المختص في اسرع وقت ممكن. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل باقي فقرات برنامجنا المتنوعه اللي اخترناها بعنايه في حلقه النهارده. فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن الغده النخاميه، الغده اللي بتفرز هرمونات مسؤوله عن وظائف مهمه جدا في الجسم، زي هرمون النمو مثلا بيعتبر عامل اساسي في بناء الجسم. لكن للأسف الغدة دي بيحصل فيها بعض الاضطرابات اللي ممكن تؤدي إلى ظهور مشاكل تحتاج تدخل جراحي. بس أكيد زي ما هي جزء مهم، أكيد أي تدخل جراحي فيها لازم ندرسه الأول كويس ونعرف كل الجوانب قبل ما ناخد القرار. ده بالظبط اللي هنناقشه في حوارنا مع الأستاذ الدكتور يسري الحميلي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب في قصر العيني. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك. إيه بقى حكاية الغدة النخامية دي، وموجودة فين في الجسم، وبتعمل إيه؟ هي الغدة النخامية دي مايسترو الغدد في جسم الإنسان. تمام. دي المسؤولة عن كل غدد الإنسان التحكم فيها، من أول الغدة الدرقية والغدة القصرية وغدة البنكرياس وكل غدد الجسم. اللي بتفرز مش بس هرمونات، كمان مواد مسؤولة عن حركات الاحتراق الداخلي زي عملية السكر وتنظيمه وعمليات النمو وعمليات الدورة الشهرية بالنسبة للسيدة والحيوانات المنوية بالنسبة للرجل، ارتباطها حيوي جدا بوجود الإنسان، بتفاعله، بحياته، بصحته وبمستقبله وبإنجابه وبذريته وبكل حاجة. فدي أهم الغدد في جسم موجودة الإنسان. فين في المخ هي والدماغ؟ فوق الجيوب الأنفية في مقدمة المخ. في مقدمة المخ. طب إمتى بنحتاج تدخل جراحي في مشاكل في الغدة النخامية؟ الحقيقة كتير بنشوف أورام في الغدة النخامية، ومن حسن الحظ إن الكثير جدا منها أورام حميدة. ساعات كمان بتبقى الأورام من خارج الغدة النخامية وضغط على الغدة النخامية نفسها، فبتؤثر على كفاءة الغدة في إنتاج الهرمونات وسرعة تدفق الدم إلى الغدة. وبعض الأورام بتكبر لأن تبدأ تضغط على الشرايين المهمة جدا اللي في قاع الجمجمة المجاورة للغدة النخامية، وبعضها بيبدأ يضغط على أعصاب العين وهي مجاورة تماما للغدة النخامية. فالغدة النخامية موجودة في قاع الجمجمة، في أهم منطقة في قاع الجمجمة اللي خارج عندها أهم شريانين، أكبر شريانين بيغذوا المخ والعصبين بتوع العين، ده غير الأعصاب المحيطة حول هذه الغدة. يعني منطقة متشابكة خالص جدا جدا. طيب طبعا كان في طريقة تقليدية للتدخل الجراحي في الغدة النخامية، وفي دلوقتي بقى المنظار والميكروسكوب، فعايزين كده ناخد فكرة عن التقدم اللي حصل في الجراحة بتاعتها. هي طبعا أورام الغدة النخامية أو جراحات الغدة النخامية وقاع الجمجمة تحديدا هي من أكثر الأشياء اللي استفادت من الثورة العلمية باختراع الميكروسكوب الجراحي، المنظار، الجراحة الملاحية، تقنيات الجراحة بالليزر. كل الوسائل الحديثة فادتنا كثيرا جدا في ان احنا نعمل عمليات في قاع الجمجمه وعلى راسها الغده النخاميه. استفدنا كمان من ان احنا نقدر ندخل عن طريق الانف، والدخول عن طريق الانف بآلات الميكروسكوب او بآلات المنظار بيبقى دخول مباشره الى الغده النخاميه. ما بقيناش محتاجين بقى ندخل نفتح الجمجمه ونشد على اجزاء ومراكز مهمه جدا من المخ ونتعرض لمشاكل بسبب ان احنا دخلنا من خلال انسجه المخ. فكل الموضوع دلوقتي بقى بيتم من قاع الجمجمه الى الورم مباشره. وده اللي ساعدنا فيه، اكتر حاجه ساعدتنا المنظار. ويمكن الناس مش تتخيل ده قوي، لو عرضنا الفيديو اللي معانا هيورينا ازاي بندخل بالمنظار من قاع الجمجمه وازاي بنستخدم تقنيات الميكروسكوب في ان احنا نستأصل ورم من قاع الجمجمه. انا معايا فيلم جميل الحقيقه بيبين كتير من اللي حضرتك قلته دلوقتي. هنا المنظار الجراحي داخل عن طريق الأنف، ودخولنا عن طريق الأنف بيتيح لنا كمان إن احنا نحافظ على التركيب الطبيعي لكل الأنسجة الطبيعية. ده الورم باين زي الكورة، وعلى الجانبين شريانين كبار قوي، دول أهم شرايين المخ. وإحنا فتحنا الكبسولة بتاعة الورم زي ما احنا شايفين، ودخلنا بنسحب الورم ده بأجهزة تفتيت زي بالموجات الصوتية أو بآلات ميكروسكوبية. ورانا اللي باين ده بلون برتقاني شوية، دي الغدة النخامية نفسها. الورم نفسه كان ضاغط على الغدة النخامية، فبالتالي احنا حافظنا على حررناها بالظبط، حررناها تماما دون أن نصيب أي أنسجة مجاورة أو هي نفسها الغدة تصاب بأي أذى. طيب في حالات طبعا بيحصل فيها ارتجاع للأورام ديت، هنا دور المنظار بقى بيبقى مفيش مشكلة. بعض المرضى بيبقوا عملوا العمليات دي بالطرق التقليدية، وهنا برضو بنقدر نعمل العملية بالمنظار أو بالميكروسكوب الجراحي، مفيش مشكلة. وبعض المرضى اللي عمل العملية حتى بالمنظار وارتد الورم لأي سبب، لأن ده برضو في الأول ورم حميد مش خبيث، فالمريض بيعيش فترة طويلة قوي مفيش مشكلة فيه. يعني ممكن المريض بعد ما تعمله العملية يقعد بعد 30 سنة يرتد الورم، هتقدر تعملها برضو بالمنظار مفيش أي مشاكل. مش زي ما بعض الناس بتعتقد انه عمل عمليه بطريقه تقليديه يبقى مش هينفع يعمل بالمنظار او العكس. الجراحه الملاحيه طبعا لها دور هنا برضو، دور كبير جدا. لان انت كنت قبل الجراحه الملاحيه زي ما انا دايما بقول انت بتدور على ابره في كوم قش. النهارده الجراحه الملاحيه بتحدد لك بدقه متناهيه، ترسم لك طريقك من قبل ما تدخل بالظبط. بتقدر تعرف الخريطه الملاحيه للمخ، تقدر تعرف هتدخل منين، شلت قد ايه من الورم، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا، قللت لنا فرصه ارتجاع الورم بعد استئصاله. طيب هل ممكن نعمل اكتر من عمليه في وقت واحد؟ ده برضو سؤال جالنا. طبعا، يعني في بدل ما نخضع المريض للتخدير ودخول غرفه العمليات اكثر من مره. الحقيقه طبعا المنظار بيدخل، مش بس بستأصل ورم، انا ساعات بستأصل ورم، ساعات بلاقي حول هذا الورم فتق مثلا في الانسجه بتاعه المخ زي الغشاء الام الجافيه، فبعمل تصليح لهذا الفتق عشان ما يبقاش فيه تسريب للسائل النخاعي. في بعض المرضى بلاقي عندهم ضيق في قناه عصبيه مثلا، بعض المرضى كمان واحنا بنعمل العمليه بيبقى عندهم مشاكل في الجيوب الانفيه بنصلحها من خلال هذه العمليات، طبعا لان احنا بيبقى معانا احد المشاركين الرئيسيين في العمليه استاذ جراحه انف واذن، طبعا ودوره كبير جدا، ففرصه لو في اي مشكله طبعا نعملها. طبعا. طيب تمام. في سؤال خطر على بالي الحقيقه، ما كنتش محضره، لو الورم في الغده نفسها وهضطر اشيل الغده كلها، ايه اللي بيحصل بقى بعد كده؟ الحقيقه احنا تقنياتنا يمكن غير تقنيات الجراحه العامه او جراحات الاورام، احنا عندنا تقنيه الدخول الى الورم. يعني احنا دايما كجراحي مخ واعصاب فلسفتنا بتعتمد على ان انا عندي الورم ده زي الليمونه، انا بدخل جوه الليمونه دي اقورها، بالذات لما يبقى ورم يعني بالبلدي كده نشفيه عن الغده الاصليه بالظبط. يعني انا هدخل اقور الورم ده، اشيل بالكامل كل المحتوى اللي داخل الكبسوله بتاعت الورم. ايوه، عاده الكبسوله لما بشيل اللي داخلها بتتداعى، تبقى زي القشره الخفيفه كده تقع، فنقوم نقدر نلم الكبسوله دي نكشكشها ونسحبها بعد ما نكون شلنا الورم بالكامل. ومن ثم لو في انسجه مضغوط عليها زي عصب العين، العصب انا ما جيتش عنده، ما اثرتش عليه. على فكره دي فلسفتنا اللي بتخلينا ننجح في كثير جدا من عمليات الانزلاق الغضروفي، لما احنا اللي بنجريها مش حد تاني. احنا فلسفتنا كلها بتعتمد على ان انا اتعامل مع الورم او اتعامل مع الغضروف، والعصب ده هحرره بعد ما اكون شلت المشكله الاساسيه، لكن مش هلمسه بالظبط، وحافظ على الاوعيه الدمويه اللي بتغذي هذا العصب. وده جانب مهم جدا ما اقدرش اعمله الا لو انا بستخدم تقنيات المنظار والميكروسكوب، عشان اشوف العصب نفسه. العصب حجمه صغير قوي، لما بشوف كمان الاوعيه الدمويه اللي بتغذيه، هو ده سر نجاح جراح المخ والاعصاب، وان هم اصبحوا الكريمه في عمليات العمود الفقري، مش في مصر بس، في العالم كله. طبعا طبعا. الحقيقه حضرتك يعني كلمتنا في موضوع مهم جدا ودقيق جدا، اللي هو الغده النخاميه ومشاكلها وازاله الاورام اللي حواليها او حتى فيها هي نفسها. بشكرك جدا يا دكتور يسري على اجاباتك، اللي اكيد كل شخص بيعاني من مشاكل الغده النخاميه هيستفيد من كل الكلام اللي سمعناه في فقرتنا دلوقتي. مواضيعنا كالعاده ما خلصتش، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع ضيف آخر، استنونا. متى نلجأ للفحص الوراثي للأجنة؟ فحص الوراثي للأجنة لا يتم بشكل روتيني في عمليات الحقن المجهري، ولكن بنلجأ ليه في بعض الحالات، زي مثلا إذا ثبت إصابة أحد الزوجين أو كلاهما أو عائلتهم بمرض وراثي معروف، إذا رزق الزوجين بطفل أو أكثر ممن يعاني من مرض وراثي، في حالات الإجهاض المتكررة غير معلومة السبب، أو في حالات تكرار محاولات الحقن المجهري التي لم يكتب لها النجاح. الفحص الوراثي للأجنة بيتم بتقنيات عالية الدقة، بيتم فيها اختيار الأجنة السليمة واستبعاد الأجنة المعتلة وراثيا، وده بيزود من فرص حدوث حمل واستمرارية هذا الحمل. تسبجات اللثه والاسنان من المشاكل الناس بتواجهها والنهارده بيدوروا على حلول ليها. طيب تسبجات الاسنان واحنا عارفين بسبب التدخين والقهوه والكلام ده كله. تسبجات اللثه ليها سببين، سبب ريشيال او سبب من السلاله او اللون العرقي نفسه، لوني انا ايه، لو لوني اسمر هلاقي جلدي اسمر هلاقي اللثه سمراء، لو لوني فاتح هلاقي اللثه عندي فاتحه. وفي سبب تاني اسمه النيكوتينيك او سبب التدخين. الحالتين بنلاقي فيه صبغات كتيره باينه في اللثه، وبتبقى اللثه لونها غامق. النهارده هل دي ليها حل؟ ليها حل بسيط جدا، وهو استخدام الليزر المائي، ان اشيل الصبغات دي خالص من مكانها، والنتيجه بتبان في ساعتها. فبالتالي بدل ما كنت زمان بدور على ان ابيض سناني بس، لا انا اقدر النهارده ابيض اسناني وابيض كمان او اورد اللثه بتاعتي، والحاله دي كلها ما بتاخدش اكتر من 30 دقيقه وبدون الم خالص. اهلا بحضراتكم مره تانية، استمرارا للسلسله اللي بدأناها في عده حلقات عن علاج العقم عند السيدات. هنكملها النهارده الحقيقه بحلقه مهمه عن الدراسات الحديثه اللي اتعملت لتحسين فرص الحمل من خلال اطفال الانابيب والحقن المجهري. الحقيقه احنا بنصرف كتير في الحاجات دي، وفي نسبه معينه كانت موجوده وبتتحسن لحدوث الحمل بعد هذه العلاجات، لكن في ناس بتشتغل وبتعمل ابحاث لتحسين هذه النسب، وعشان يبقى برضو الحاجة اللي بنصرف عليها تكون ذات جدوى وتحقق لنا الحلم اللي اتكلمنا عليه كتير، وهو ايه؟ حلم الأمومة. النهاردة بستضيف للمرة الرابعة الدكتورة إيمان الجندي، أستاذة النساء والولادة في طب الزقازيق واستشارية العقم من جامعة ماستريخت بهولندا. أهلا دكتورة إيمان. أهلا يا فندم. شرفانا دايما. الحقيقة النهاردة أنا عايزين نلمس كده الأبحاث اللي تمت وحققت نتائج جيدة وسجلت في مجلات محترمة وساعدت الناس وحسنت الأمل في الحصول على حمل من خلال الحقن المجهري، من خلال أطفال الأنابيب، عشان نشوف كمان احنا رايحين فين والمستقبل هيجيب لنا ايه بإذن الله. اتفضلي. اولا من الابحاث اللي ثبت جدواها جدا وتوقع مخزون المبيض، واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقات عن المخزون. طيب كان في كذا اختبار لتوقع المخزون، أيوة. لكن اثبتت اكتر حاجه اثبتت جدواها اللي هو الهرمون المضاد للملاريا، أيوة. وده هرمون مرتبط بعدد البويضات اللي طالعه في المبيض. واكشلي احنا الحمد لله كان لنا دراسه في الموضوع ده، ودي اتقالت في الجمعيه الامريكيه للخصوبه واتنشرت في الجورنال بتاع الجمعيه الامريكيه. الكلام ده كان في 2007، وكان يا دوبك لسه التحليل ده بيحبو في المجال وداخل من فتره، لكن احنا في الدراسه اثبتنا فعلا ان هو كان من ادق التحاليل، هو بالاضافه لعد الحويصلات في المبيضين اللي هو احنا بنسميه الانترال فوليكل كاونت. ثبت ان الاثنين دول طبعا سن الست نمره واحد، ثانيا الاثنين دول كانوا من ادق التحاليل لتحليل مخزون المبيض. الكلام ده كان في 2007، احنا دلوقتي في 2018 طلعت الدراسات العالميه واقواهم كانت زي ميتا اناليسيز اللي هي جمعت كل الدراسات مع بعض، اتعمل على 27 دراسه يضموا اكثر من 5000 حاله. كان في هناك اجماع ان من اقوى التحاليل لتحديد مخزون المبيض هو الهرمون المضاد للمولاريا والاشعه التلفزيونيه، عشان احنا لما بنعملهم مع السن يبقى احنا كده متوقعين الاستجابه المتوقعه للسيده وبنديها نظام التنشيط التبويض الامثل. فدي من الحاجات اللي ثبت جدواه في الطب انها فعلا هي الافضل لتوقع استجابه المبيض والتعامل معه بطريقه جيده. تمام، جميل. الحقيقه برضو في ملحوظه ان بعض المستويات الهرمونات بترتفع، الاستراديول والبروجسترون، اثناء مرحله التنشيط، فده بيؤثر على نتائج الحقن المجهري. يا ترى برضو الابحاث بتقول ايه في الموضوع؟ طبعا بشكر حضرتك على السؤال ده. اولا بالنسبه لموضوع البروجستيرون ده من الحاجات اللي كانت تشالنجنج لي انا شخصيا، فيها تحدي. ليه بقى؟ لان انا بقى هبدا الكلام من 2007 2008 في هذا الوقت كانت ميتا اناليسيس طالعه، بس كانت ميتا اناليسيس مبنيه على عدد من الدراسات القليله وكل واحد مستعمل كتف مختلفه. يعني الهرمون اولا هرمون البروجستيرون والاستراديول بيزيدوا اثناء التنشيط، بيتم تقييمهم على مدار التنشيط، والمهم قوي قوي يوم اطلاق البويض. خلاص احنا هندي حقن اطلاق بويضات وبعدها ب 36 ساعه بنشفط. في هذا اليوم احنا المفروض بنشوف ده وبنشوف ده. كانت ساعتها الدراسات بتقول ان هرمون البروجستيرون ده ملوش لازمه اصلا انه يتقاس وملوش جدوى والى اخره. احنا في هذا الوقت عملنا دراسه على عدد كبير من الحالات، ولقينا ان لا، لما معدل الهرمون ده كان في هذه الدراسه كانت معموله على عدد من الحالات اللي انا هقول متوسطي الاستجابه، لقينا انه لما بيعدي ال1.5 ان ده كان له تاثير سلبي على هذا الاوتكم او على نتيجه الحمل، بالذات لو الحاله دي خضعت لنقل فوري اليوم الثاني او اليوم الثالث. ولقينا ان احنا في الحالات دي بقى بالذات، انا مش بقول في كل الحالات، لو احنا سيبنا الاجنه لليوم الخامس احنا بندي الرحم فرصه، لان كتر التنشيط بيهلك البطانه بتاعه الرحم، بيخليها تتعرض لحاجات كتير هي مش متعوده عليها. فلما ننقل الاجنه بدري البطانه بتبقى لسه مش عارفه تلاحق المرحله اللي هي فيها، بنسيبها نديها وقت، ساعتها الى حد ما بتتعافى من الموضوع. نشرنا البيبر دي في الجورنال بتاع الجمعيه الامريكيه للخصوبه، وزي ما قلت لحضرتك ساعتها كان الايفيدنس لسه ما فيش دليل قوي على الموضوع ده. انا من الحاجات اللي انا انبسطت لها جدا ان في 2013 طلعت ميتا اناليسيس على 60,000 حاله، ودي من الاكبر الدراسات، ودي منشوره في المؤتمر بتاع الجمعيه الاوروبيه، قالت ان ارتفاع هرمون البروجستيرون يوم اطلاق البويضات من الحاجات اللي لها تاثير سلبي. فهنعمل حاجتين، اما ندي يوم خامس او ان احنا نجمد اجنه عشان ندي بقى الرحم فرصه انه يتعافى من تاثير التنشيط، ويبقى ساعتها بعد كده ننقل في دوره اجنه بعيدا عن التنشيط وبعيدا عن البتاع، وده هيدي اعلى فرص حمل. نفس القصه بالنسبه لارتفاع هرمون الاستراديول، برضه ارتفاعه الزياده قوي ممكن يدخل الست في فرط تنشيط. يبقى احنا ساعتها هنعمل حاجه من اتنين لو ارتفع الهرمون، اما هنجمد الاجنه كليا ونديها فرصه تتعافى، او ان احنا لو ينفع ان احنا ننقل اليوم الخامس لو ده لا يحمل اي خطوره بالنسبه للسيده. يبقى احنا بنقول مشكلتين وبنقول الحل بتاعهم، وده بناء على دراسات عالميه قويه. طبعا طبعا. برضو عايز اسالك على جدوى استخدام بعض مضادات الاكسده، لان الكلام على مضادات الاكسده زاد في كل الامراض، لكن كمان دخل في علاج العقم عن طريق الحقن المجهري زي الN-acetylcysteine. فانتوا برضو اعرف ان عندكم دراسه على هذا الموضوع. بالظبط، الدراسه دي اتعملت من حوالي كام سنه، والحمد لله اتقالت في الجامعه الامريكيه في سان فرانسيسكو في 2008 مش عارفه ولا 2009. المهم عايز اقول لحضرتك احنا عملنا دراسه مقارنه بحسابات ان احنا عشان نبقى عارفين احنا هنخرج بكلام جاد من هذه الدراسه. احنا حتى لما جينا نشوف الN-acetylcysteine طبعا هو اتقال عليه ان هو مضاد اكسده وانه بيحسن جوده البويضه وجوده الجنين و100 حاجه. اولا لما اخترنا حتى اخترنا الفورم البسيط اللي مش هيكلف الحاله زياده، لان احنا ما ينفعش نكلف الحاله حاجه زياده الا اذا كان لها جدوى. لما عملنا هذه الدراسه المقارنه لان ما فيش اي زياده في فرص الحمل، زودت شويه الاخصاب، زودت شويه، انما فرص الحمل الاكلينيكي لم تزد باستخدام هذا الدواء. احنا حاليا عندنا كميه من مضادات الاكسده بالاف مؤلفه ليس لها، لم يثبت الطب القائم على الدليل اي جدوى ليها، فطبعا ما فيش اي لازمه ان احنا نكلف الحاله بتتاخد بطريقه ادويه زياده وهي اوريدي لم يثبت جدواها. اي حاجه الحاله بتاخدها لازم يكون ثبت جدواها عشان الفلوس تبقى محطوطه في مكانها. طبعا انا بصرف عايز اخد النتيجه، مش على قد الصرف هاخد النتيجه. لا يوجد هناك اي دليل طبي، وللاسف بتتصرف بقى مش الN-acetylcysteine الغلبان اللي احنا اديناه كانت علبه مش عارفه ب7 جنيه، بندي كذا علبه، لا ده في ادويه بألوفات بتاخدها الناس كل عشان كل ما الدواء غلي احنا بنعتقد ان هو ده اللي هيعمل ولا ليس هناك جدوى على الاطلاق ولا باي دراسات قويه منشوره في حتت محترمه بتقول ان الادويه دي لها جدوى. تمام. في حاجه اسمها المحافظه على الخصوبه، عايزين نتكلم عليها لان دي ترم يمكن انا شخصيا اول مره اسمع عنه، نحب برضو المشاهدين بتوعنا يفهموه ويفهموا اهميته وبتعملوه ازاي. المحافظه على الخصوبه طبعا ده من الرايزنج، يعني من الحاجات اللي طالعه في اخر كام سنه وفي احتياج شديد جدا ليها. اولا بتتعمل امتى؟ بتتعمل في الناس اللي داخله على علاج كيماوي او اشعاعي، سواء راجل او ست، لان العلاج الكيماوي او الاشعاعي بيأثر سلبا على الخصوبه، وخصوصا ان في ناس صغيرين دلوقتي للاسف كتير جدا لا قدر الله ثدي وكده في الستات. فاحنا عارفين ان في الصغيرين من 15 ل 20% معرضين ان يحصل لهم فقد للخصوبه وتدخل في فشل مبيض مبكر. دي حاجه. الحاجه الثانيه السيدات مع ارتفاع سن الزواج ممكن انها تكون عايزه تاجل حدوث الحمل او لسه ما اتجوزتش او كده، فيبقى دول حاجتين احنا بنفكر في المحافظه على الخصوبه. بالنسبه للراجل الحاجه اللي ثبت جدواها ان هو بيجمد حيوان منوي، ودي حاجه بسيطه جدا، فبجد غير مقبول ان الراجل يدخل على اي علاج كيماوي اشعاعي وهو لم يقم بتجميد حيوان منوي، لان ده بيعني تدميره، لان بعض الادويه بتقضي خالص على الحيوان المنوي ويجي لنا ما فيش، يبقى اب او يجي له طفل تاني حتى لو عنده يعني، او ممكن يكون لسه ما اتجوزش وده كتير. فحاجه ده بتبقى حاجه مدمره وبيتم تفاديها بحاجه بسيطه جدا. بالنسبه بقى للسيده احنا هنتكلم على الحاجه اللي الجمعيه الامريكيه للاورام معتبراها رسميا ومعترفه بيها، ان احنا بنعمل اما تجميد للبويضات لو اللي هي السيده لم تتزوج، او تجميد للاجنه للسيده المتزوجه. وده ساعتها احنا بنعمل حاجه اسمها emergency stimulation، بمعنى عملت الجراحه بنعمل لها على طول تنشيط تبويض خاص جدا، وطبعا ده تيم وورك ما بين بتاع الاورام وما بين استشاري الخصوبه، عشان يبقى احنا عارفين الورم ده زي مثلا ممكن يبقى فيه ضرر من ارتفاع هرمونات، بنستعمل لها تنشيط تبويض مخصوص باقل كميه بحيث ان احنا ما نضرهاش على المستوى الاكلينيكي. وبعد كده نشفط البويضات ونخصبها بحيوان منوي ونجمدها لسنين. في بقى حاجه عايزه اتكلم عليها، الدواء، وده يعني حاجه مهمه. الدواء ده كان اسمه اللي هو الاجنست، من الادويه اللي كانت تم اقتراحها انها ده من الادويه اللي بتقلل نشاط المبيض. تم اقتراحها في عدد من الدراسات الاوليه ان هو، بس كانت دراسات مش قويه، قال ان هو ممكن يحافظ لانه بيعمل خمول في المبيض، ممكن يحافظ على المبيض اثناء العلاج الكيماوي، ودي تم اقتراحه للمحافظه على الخصوبه. احنا فريق من الدراسات اللي احنا عملناها ده كان فريق من انا ومعايا من الزقازيق معهد الاورام ناس في كندا، عملنا مالتي سنتر ستادي ودي اتقالت في الجمعيه الامريكيه، عدة مراكز اشتركت ايوه فيها. واتسجلت والحمد لله تم نشرها في الجورنال بتاع الجمعيه الامريكيه للنساء والتوليد. وطبعا احنا عملنا على 100 حاله 50 خدوا الدواء و50 ما خدوش الدواء، الاثنين كانوا زي بعض بالظبط. هذا الدواء اللي بيتكلف الاف مؤلفه لم يعني يفي باي شيء الناس اللي خدته زي الناس اللي ما خدتوش. انا عايزه اقول لحضرتك ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا في الموضوع، احنا يا دوب جالنا الاكسبتنس للبحث ده، فوجئت برويترز ميديكال بيبعتوا لنا انتوا نشرتوا البيبر دي في الجورنال الفلاني رايكم ايه، وبعتوا لنا زي اسئله واحد اتنين تلاته. هي بس رويترز ميديكال عشان الناس تبقى فاهمه، دي اللي هي وكاله رويترز فيها قسم طبي أيوة. عشان يوصل للقارئ الانباء ايوه فيها قسم طبي، هو ده اللي بيعمل كونكشن مع الجورنالز القويه اللي خارج منها ابحاث، ويبقى هو ده مصدر المعلومه الطبيه للقارئ الامريكي. ما ينفعش احنا عندنا ملايين من الابحاث بتتنشر وفي كتير جدا ويب سايتس مفتوحه نعرف يعني يختاروا ايه اللي يتنقل للناس بالظبط، ولازم يبقى مؤكد وعليه اثباتات عشان الناس ما يحصلهاش بلبله كل يوم يسمعوا حاجه وعكسها بالظبط. فالحمد لله الدراسه دي اول ما كانت نازله يا دوبك احنا حتى لسه ما طلعتش يعني اتنشرت رسميا، بيعملوا كونكشن مع الجورنال وعرفوا المجموعه الفلانيه البحثيه عامله الكذا، عملوا كونكشن معانا هتقولوا لنا ايه اللي هي اللي ريدر اللي هو القارئ العادي، انتوا ناشرين بحث طبي بلهجه طبيه قد تكون يعني معقده فلو سمحت يقول لنا الرساله من الاخر ايه، الدواء ده اديتوه ايه، الدواء ده له فاعليه، تنصحي بايه، زي ملخص للناس بالظبط. واحد اتنين تلاته ده اول تجربه لينا، وخلتنا خرجنا من القصه دي ان كان في دراسات ضعيفه. لا عارف حاجه، احنا قلنا خلاص احنا هنعمل ميتا اناليسيس في هذا الموضوع. ميتا اناليسيس ان احنا نجمع الدراسات المحترمه اللي اتنشرت في العالم، واحنا لما نشرنا الموضوع ده كان فيري هوت توبيك، يعني كان في مجموعه في ايطاليا نشر ساخن ايوه، كانت مجموعه في ايطاليا عامله مسجله ولسه ما نشروش ابحاثهم، ومجموعه في امريكا، ومجموعه في المانيا. لما طلعت الدراسه بتاعتنا في كذا بحث طلع في نفس الوقت، فخدنا الدراسات دي القويه وخدنا التشالنج ان احنا الدراسات الضعيفه استبعدناها وقلنا وات ايفر هي ايه احنا هنكتب في الراشونال ان احنا مهم. احنا جمعنا 10 دراسات منهم طبعا الدراسه بتاعتنا على 1000 حاله، وكان خارج الريكومنديشن ان هذا الدواء ليس له جدوى للمحافظه على الخصوبه، نتيجه مثبته وقاطعه بالإفيدنس بقى واحنا مش احنا اللي قايلينها لوحدينا، لا ده احنا جمعنا كل الناس بالظبط. انتقل بقى بسرعه على النقطه اللي باقي لي دقيقه، تحلمي بايه في مصر لحاجه شبه اللي عاملاها رويتر دي؟ انا بحلم بنفس ان احنا للاسف احنا بقينا زي ما نكون في موقع دفاع عن النفس، بمعنى ان الحاله احنا في حالات هنتكلم في حالات الحقن المجاري، الحاله كده احنا عارفين النسب الحمل محدوده وكله بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لما يجي لحد الحاله ما يحصلش نصيب بيجي تقول لي اصل انت ما عملتيش منظار رحمي وليس جدوى المنظار الرحمي، اصل انت مش عارف ما عملتيش. اللي انا عايزه اتمناه ان يبقى فيه زي ميديكال رويترز، يبقى احنا الكلام اللي بيوصل للقارئ المصري كلام معتمد ومبني على الدليل، بحيث ان هو يبقى عارف. اعتبرينا جزء من المبادره دي، احنا برضه بنطلع كلامنا كله مبني على دليل وبنراجعه، عندنا المركز القومي للبحوث بيراجعه، الحكيم في بيتك من اول ما بدا الحمد لله بيتبنى هذا الاتجاه، وانت ساعدينا في الحاجات دي. انا يا فندم انا اهو لان الناس فعلا محتاجه مصدر معلومه مؤكده وموثقه. ان شاء الله نتمنى هذا ان شاء الله. انا لا طبعا في امل، طبعا في امل. احنا المره اللي فاتت قلنا بالتاكيد في امل ان شاء الله طبعا باذن الله. يا دكتوره ايمان شرفتيني وبشكرك على وجودك معانا اللي دايما بيبقى مثمر باحدث الابحاث والمعلومات اللي بتبقى جديده على معظم المشاهدين. الفقره دي بالذات اهميتها ان احنا نقول لكل سيده فقدت الامل في الحمل لا ما تفقديش الامل ابدا، في ناس شغاله على تحقيق حلمك ويوم عن يوم بيطلعوا ابحاث حديثه متطوره بتقدم حلول مختلفه وبتطور من اشكال العلاج، ودايما الحكيم في بيتك هيكون المنصه اللي بتنشر كل جديد ومتطور في العلم. تقدروا ترجعوا تشوفوا فقرات دكتورة إيمان الجندي اللي عرضناها قبل كده على حسابنا على اليوتيوب وترجعوا لكل المعلومات اللي اتقالت فيها، وأكيد على نفس الحساب هتلاقوا كل الحلقات اللي عرضناها من أول بداية البرنامج. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة، ليكم مني أرق التحيات وأشوفكم دايما بعافية.